مساء الخير. في هذه اللحظة بالذات تشنح ضد إنسان مريض لا علم له بها ولا صلة له في أحداثه. مساء الخير. في هذه اللحظة بالذات تنفجر سيارة مفخخة وتنفجر معها حقيبة طفل متوجه للمدرسة. الحرب. هل أنتم مستعدون لخوض نقاش حول الحرب عراة المعارضة؟ هل أنتم فعلا مستعدون للتجرد من أفكاركم ومعتقداتكم وميولاتكم واندفاعاتكم وغرائزكم وبدء الحوار الفني معنا؟ إذا كانت إجاباتكم لا، فاعتبرونا مجرد مسرحية هزلية تصدقون لها عندما تستمر. أما إذا كانت إجابتكم بنعم، فنحن من سنصفق لكم ولن نسدل الستار. يعلمنا التاريخ أن الصعوبة تبدأ عندما تعتقد الحكومات أن ثمن العدوان رخيص جدا. ما الذي يجعل نابليون عظيما ويجعل هتلر سيئا وطاغيا وكلاهما لا يجيد سوى الغزو واشعال الحروب؟ يقدر الباحثون على ضحايا الحروب منذ الازل بازيد من مليار شخص. فالحرب العالميه الثانيه وحدها فتكت بازيد من 85 مليون شخص. اما غزوات المغول فقتلت حوالي 70 مليون فرد. الحرب الاهليه الصينيه راح ضحيتها 8 مليون شخص. أما حروب فرنسا الدينية فقدت على 4 مليون إنسان. حرب تحرير بنغلاديش قتل بها حوالي 3 مليون فرد. وما أدراك ما العار؟ فللأسف وعلى قول الكاتبة أنا لا أعرف أمة غير العرب. غير العرب تكفلت بتحقيق أمنيات أعدائها وخاضت حروبا نيابة عنها. خاض العرب حروبا باسم الدين والطائفة والعروبة والسياسة والاقتصاد والفلاحة والبترول والنساء والرجال وأشباه الرجال وكرة القدم والفيسبوك والتيك توك والهوت دوغ وغيرها. كم من طفل أصبح يتيما، وكم من زوجة أصبحت أرملة، وكم من أسرة فقدت غنيها. كم من جسد بترت أطرافه، وكم من كتاب مزقت أوراقه، وكم من عصفور كسر جناحه. أعطوني المال الذي تم إنفاقه في كل الطرق، وسوف أكسو كل طفل في العالم بملابس الملوك والملكات. أعطوني المال الذي تم إنفاقه في كل الحروب، وسأبني مدرسة في كل قرية على سطح الأرض. أعطوني المال الذي تم إنفاقه في كل الحروب، وسوف أنشر ثقافة السلام والإيمان والعدالة. أعطوني المال الذي تم إنفاقه في كل الحروب لأحارب به بسلاح الشعر والأغنية والقصة والقصيدة والرواية والمسرحية. 9 فصول من حياتي. الفصل السادس حرب. ملاحظة: المرجو من الجمهور الكريم إغلاق الهواتف النقالة وإفراغ الممر في الوسط لأنه سوف يتم استعماله خلال العرض. شكرا لكم وفرجكم.
تبكي الشروق.